ذات الشيعة. قال الإمام الرضا عليه السلام: من أقر بتوحيد الله ونفى التشبيه عنه ونزهه عما لا يليق له وأقر بأن له الحول والقوة والإرادة والمشية والخلق والأمر والقضاء والقدر، وأن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، وشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن علياً والأئمة بعده حجج الله، ووالى أولياءهم وعادى أعداءهم واجتنب الكبائر وأقر بالرجعة والمتعتين، وآمن بالمعراج والمساءلة في القبر والحوض والشفاعة وخلق الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والنشور والجزاء والحساب، فهو مؤمن حقا، وهو من شيعتنا أهل البيت.